ام زياد. سلام عليكم يا ام زياد. ام ايوه زياد ايوه السلام عليكم، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا استاذه منى؟ الحمد لله حبيبتي، حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين. مش سامعه الشبكه، وحشه خالص. طب وقفي في حته فيها شبكه يا ام زياد، وقفي في حته فيها شبكه. بقول لحضرتك انا عندي حلمين. اتفضلي. الو، ايوه معاكي، قولي اتفضلي. ايوه حضرتك، اول حلم تبع جوزي انا، حلم ان هو في عند واقف في بلاعه كبيره، تمام، والبلاعه دي فيها حيوانات، تمام. وجت غطى البلاعه وقعد فوقيها، والحيوانات عماله ترفع فيه ترفع فيها، تمام. تمام وحضرتك عمال يصرخ ويزعق بصوت عالي، تمام ومفيش حد ومفيش حد حواليه ولا مفيش حد جنبه. تمام ده اول حلم. هو جوزك بيصلي؟ بالنسبه لي انا، لا، حلمت ان قبل انا بالنسبه في ليكي، زرع. قبل بالنسبه ليكي. استني نعم استني استني، هو بيصلي؟ جوزك بيصلي؟ لا حضرتك، مش بيصلي. ما هو اكيد مش بيصلي. بصي، البلاعه والحيوانات وصوته والصريخ وكلام من ده، فهو بيدل على ان هيتقابلوا مشاكل كتير جدا جدا بسبب تركه للصلاه، ان هو ما بيصليش. فهو لازم يرجع لربنا. يعني هياخد ايه خير في الدنيا وهو بعيد عن ربنا؟ فلازم يصلي، لان المشاكل اللي جايه له مش هيقدر على حلها. لازم اللجوء للمولى عز وجل عشان يقول يا رب ودعوته تستجاب، وربنا يصلح له حاله يا رب.